السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحيحه؟ كلشي بخير. اليوم ما جيت لكم لاقي السله حتى شي حاجه، جيت غير نتجمع مع خوتي وخواتاتي. توحشتكم بزاف بزاف، ورمينا الشاي بمي وراكم عزاز عليها وراكم في القلب. اللي متبع الفيديو ديال الله يجازيه بخير، وما تنسوش الجيم، وما تنسوش الكومونتير، وما تنسوش الجيم اخوتي في الفيديو. كتحضر الفيديو وكتكملوه، واني ما كديروا الجيم ما خاسرين والو، ديروا الجيم وخرجوا. الله يعطيكم الصحه، ديروا الجيم. ما تنسوش في الاول يدوز 3 دقائق 4 دقائق وديروا الجيم. الله يجازيكم بخير، واحد الكومونتير محفز. كيفكم نتوما؟ زوينه. الله يجازيكم بخير، وكنعطيكم تحيه من هنا من هنا، وتحيه لكم خاصه اخوتي. اليوم جينا نهضروا على المرأة اللي كتكون كتعاند صاحبتها، المرأة اللي كتعاند الصحبة ديالها. هاد ركينة بزاف، المرأة اللي كتعاند الصحبة ديالها كتقولها انت عندك هذا ضروري نط انا ندير بحالك. لا خواتاتي، هادي خيبة خاطئة 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 بزاف. الصحبة اللي كتعاند صاحبتها، ولا كانت هاديك صاحبتك هي فوق منك الفوق، وعندها الامكانيات، عندها الفلوس باش تقدر توفر داكشي اللي عندها، وما تقدريش ما يكونش عندك داك المال اللي عند صاحبتك باش تقدري توفر داك الشيء اللي بتوفر انت. يا لا اختي، سيري بدرجه بدرجه، بشويه بشويه تحمل الواد. هذه نصيحه من الخواتات اللي كيعاندوا صاحباتهم. لا عمرك ما تعاندي صاحبتك، سيري على قد الجيب ديالك وعلى قد المعيشه ديالك، عيشي في الحياه ديالك وعارفه كيفاش، عارفه كيفاش تدبري الحياه ديالك. مش كتمشي بنهار نهار ماشي هو نهار، كتمشي بواحد النهار ما كتعرفيش تقادي النهار ديالك من الحياه ديالك. لا قادي حياتك وقادي النهار ديالك، ما تكونش مدبره. لا ما تكونش مدبره، خاصك تمشي مع الاستعاده ديالك، دوز جوج ديالك وتمشي مع قد حالك، وتمشي مع الجوج ديالك كيفاش هو الصالغ ديالو، كيفاش هو كتشدي ديك الصالغ ديالك. مثلا صاحبتك دروك انت كتشدي 100000 ريال في الشهر للصالغ ديالك، صاحبتك هي كتشد مليون في الشهر للصالغ ديال راجلها. حنا كنقولوا كنمثلوا كنعمموا على وحدين اللي ما كاينش عندهم الصالغ، هو هذا المحسوب ديالها. ما كنعمموش على دوك اللي عندهم الصالغ، تخوامك 3 المليون 4 المليون، هادو بعدا نخلوهم بحدهم، هذا كيعاندوا يقدر يفوتوا بعضياتهم. معليش، حنا كنمشوا على الناس اللي ما كيتخلصوش بزاف. هذه راجله كيتخلص 100000 ريال، وهذه راجله كيتخلص مليون. كتولي ديك 100000 ريال كتعاند صاحبتها، غدير بحال صاحبتها ديك مولا 8 مليون. يا مولا 8 مليون لكلات، غتاكل 50000 ريال ولا 60000 ريال، الاخرى غتخبيها وغتفرج حسن من هذاك اللي عندها 100000 ريال. وتنوض ديك اللي عندها 100000 ريال تعاند صاحبتها. لا اختي، غلط غلط 100%. سيري مع قد الحال ديالك ومع كيفاش كتمشي وكيفاش تعيشي، ماشي انت غادي تمشي ديري شي حاجه بحال صاحبتك اللي فوق منك، ما تقدريش على فوق من الطاقه ديالك، وما تقدريش تعيشي في الشهر ديالك، غتعيشي مدبره مدبره في الحياه ديالك. انت ما انت مع الجوج ديالك مزيانه، انت مع انت مع الاطفال ديالك، مع الدراري ديالك مزيانه، انت مع انت مع نفسك ما مزياناش. انت غادي تخرجي برا غتنوضي تشري شي حاجه بحال هذيك اللي شرات صاحبتك، انت غتخرجي تشريها، ومن بعد ملي غتشري ديك الحاجه غادي تخرجي غادي مابقيتيش غتخرجي، انت غتجلسي غير في الدار، ما غتخرجي تبان لك تشهي حاجه بتاكليها. بنادم راه كيتوهم كيتشهى، بنادم ماشي نقولوا على المحمه اللي كتوهم، راه حتى حنا كنتوهموا. بنادم ما كتشهي شي حاجه تبغي تاكليها، كتبغي تشهي شي حاجه كتبغي تلبسيها. ما تحرميش راسك اختي وديري شي حاجه فوق من الطاقه ديالك وتكلفي راسك باش تتحرمي راسك من بزاف الحوايج. لا اختي، هذيك صاحبتك الا كان عندها الله يزيدها، الله يزيدها من فضله، وتتيا الله يزيدك والله يجيب لك الرزق يا ربي، وان شاء الله ديري داكشي بلا ما تعاندي صاحبتك وتفوتيها وديري داكشي ان شاء الله. قال لك نقطه بنقطه يحمل الواد. كاين انتلك من واحد النوع اخرين تاني اللي كينوضوا كيتفاتنوا مع الراجل ديالهم باش يديروا داك الصاله بحال ديال الصاحبه ديالها. غتمشي عند الصاحبه ديالها غتقول لها اليوم شريت هذه شريت هذه، داك الصحبه ديالها هي ما عينهاش في ديك الاخرى مسكينه، راه ما عندهاش، راه على قد الحال، راه ما تقدرش تعاندها. مالك تقول لها شريت هذه، نوضي تسيري هنا ديري تاتي بحالي، نوضي تسيري هنا ديري بحالي. لا لا اختي، لا شويه عليك تتلحقي. لا قال لك شدان الزين وانا راجل مسكين. لا اختي، لا نصحك نصيحه، ما ديريش هذا الشيء. لا صاحبتك شرات شي حاجه فرحي لها، الله يعاونها الله يستر ليها،
وتتربي ربي ما يفوتك دابا يحن عليك ربي. راه هذا الشيء اللي ولا خوت راه هو اللي ولا في الاستماع ولات المشاكل ولات هذا الشيء ديال اليوتيوب ولات هذا الشيء بزاف. هذا الشيء الناس ما واعيش، الناس ما واعيش بالجهليه، بنادم جاهل وما واعيش، خاص بنادم يوعى ويمشي على قد القانون ديالو، ماشي بيطار هو شي حاجه ما يقدرش يوصلها وبغى يوصلها بالزمن. لا، كاين شي نوع كيفرشوا واحد الصاله وكيسدوها تما من الراجل ديالها ما يقدرش يقعد فيها. تقول لي لا بتقعد فيها، خاصك تنوض وتقاد المسند وتقاد كل شيء. انا هذا النوع حضرت منه، الناس كنت كنمشي عندهم الصاله الكبيره كيسدوها بالساروت، ما عادش كل بيدخل ديك الصاله. تقول ديك الصاله كيبي فيها بيض النعام ولا ما عادش فيها ديك الصاله، ما كيدخلش لا شي واحد. الصاله موجوده، الصاله مفرشه ب 3 مليون حتى ل 4 مليون، وما كيقعدوش فيها ما كيتستغلوهاش. علاش ما نتشغل لها ونقعد فيها؟ يفوت لاموض ديالها اللي ما نقعد فيها ونتمتع فيها ونتسرح فيها. يعني وليداتي الجوج ديالي واللي عزيز عليا، نتسنينا الضيافين تيجوا عندي الضيافين واجيب لي قمت هذيك الصاله باش نتسناهم تيجوا هما باش يقعدوا فيها. لا، نقعد فيها ويكون نقى، نادم يقعد وينقي يقعد فيها ويتمتع، وكيشري واحد التلفازه كبيره يحطها في ديك الصاله ويفرش ديك الصاله ويديكوراسوها ويخلو ديك الصاله بحال كمسدوده. كيقول لك ما كيقعدش فيها سوى جو الضيافين، ونتسنى يموت اللي بيموت وحيا اللي بيحيا، ونتسنى دوك الضيافين تيجوا عندي باش يقعدوا في ديك الصاله. لا، هذا خطا كنديرو. وكاين شي نوع ثاني اللي جا عنده الضيافين وعنده وليدات صغار، كيحرمهم من ديك القعده مع الضيافين، يخرجها منهم كيخليهم كيبقى يتخنزر فيهم، يقول لهم دوز لهي دوزو هنا ما تقعدوش، وبقى يغمز فيهم بعينهم. دوك الدراري غير خرج داك الضيف وبقى يقتل فيهم بالعصا، يقول لي علاش حشمتوني قدام الضياف. والله داك الضيف اللي بغيت نضرب عليه ولادي هدي يجيبو عندي يا ربي، ولادي هما الاولين. راه كاين اللي بغى الوليدات وحارمهم منهم، محارمهم منه سيدي ربي. راه كاين اللي كيبكي على الوليدات بالدموع وما لقاهمش. علاش من هادم يكرفص دوك الدراري ويضربهم يعدهم على الضيافين؟ راه هذاك الضيف اللي جاي عندك ما عندوش دراري، ما عمره ما كبر دراري، ما عمره ما كان عنده دراري. اش نحرم ولادي من هذاك القعده الا جا عندي شي حد يبقى يقتل في دوك الدراري ويعذبهم؟ راه كاين اللي بغى الوليدات اخوته وما لقاوش. ما تعذبوش ولادكم، خلوا ولادكم الحريه التعبير. راه وليداتك كنتو كضربهم بزاف، راه كتلفوهم وما كتخليهم يقراو، ما ولا كيكونوا طامسين دوك الدراري وما كيركزت على القرايه ديالو ولا كطمس الدراري بالعصا. راه حشومه عليكم. ونتمنى هاد الخوات اللي كيديروا هاد اللي كيعاندوا صحاباتهم بيوصلوا بحالهم، كيعتعاندها بزمنها كتبغي تضحك صاحبتها دير بحالها وهي ما عندهاش وكتبغي دير بحالها، تقول لك ضروري ندير بحالها. وكيتالك من هاد النوع تاعك اللي كيبغي يمشي للعرس وضروري نمشي كرت تكشيطه وتكلف على راسها ديك 4000 ولا 3000 ريال من كريبات تكشيطه، نشري شي حاجه اللي تستغل لها يوميا نلبسها. شراق فيتين ب 3000 ريال سواقي ونمشي به للعراضه ويبقى عندي ديالي بوحدو نلبسو بلا ما نمشي نعطي لديك مرا التكشيطه نكري التكشيطه ب 3000 ريال وباش نبان باين هذاك النهار. وتي غير تدخلي للعرس تولي بحال شي المكياج يمشي، المشطه تمشي، كلشي يمشي، تخرجوا من داك العرس بحال شي بحال كنتو كطلبوا. الزيف ما مقاد، المكياج مشى، الشعر تشعلن، التكشيطه معوجه. اللهم هذيك 3000 ريال بنت الكريبات التكشيطه، راه كنت التكشيطه كدير حتى 5000 ريال الكريان باش تبان على صاحبتها فوق من هي زعما لابس عليها. ديك 5000 ريال وديك 3000 ريال اختي بنت الكريبات التكشيطه، سيري شرا قفطان غير سواق 3000 ريال 5000 ريال، وقادي مشيطتك وقادي زويفك وهزي معاها شي صواك زوين وديري مكياج خفيف ديالك. والله تتباني حسن من هذوك اللي كارين تكاشط وماشيين على الكوافوره خاسرين الفلوس. انا نقول لكم نصيحه خوتي تخواتاتي، ما ديروش شي حاجه فوق من الطاقه ديالكم. انا نبغيكم تمشوا كيفي انايا، انا بديت من الزيرو اخوتي الحمد لله، كنبدا من الزيرو وربي ما كيسد عليا باب حتى كيحل لي بيبان الحمد لله. من رضات الوالدين كل من راضين عليه والدي ما عمر ربي ما يخيبوا وما عمر ربي ما يحشموا. الرزق بيد الله الحمد لله، عمرني ما كنعاند شي حد وما عمرني ما كنحسد شي حد
وما عمرني ما كنقول هاد الحاجه خاصني ضروري نديرها، كنقول غنديرها الحمد لله ونبرزق بشويه بشويه حتى كنوصل داك الهدف ديالي. عمرني ما كنزير على راسي ولا على الجوج ديالي، كنعاونو في الحاره وفي في الماره، ديما واقفه في الجنب ديالو، هو حتى هو هكاك واقف في الجنب ديالي، ما كيخسرش ليا وانا ما كنخسرش ليه. علاش؟ حيت ناويين المعقول، ناويين الصدق، ما ناويينش حتى حراميه في الزوجه الحياه الزوجيه ديالنا. الحياه الزوجيه راه كتسامر بالطيقه وبالنيه، ما ماشي الغدر. هذاك الغدر خبي عليا نخبي عليك خايبه. واخواتك ما تعاند صاحباتكم، لا سيري على قد قانونك اختي، كنقولها لك وكنعاودها. وبالسلامه عليكم، لا فيديو قادم ان شاء الله يا رب، نتمنى النصيحه تعجبوكم، ولا فيديو قادم عليكم. السلام عليكم، تحيه خاصه لكم. السلام عليكم اخوتي، عليكم.